تخيل، ما هي أغرب حيل بوتين للحفاظ على ترسانته العسكرية رغم كل العقوبات؟ السر في الغسالات والسجائر الإلكترونية. كشفت صحيفة لوموند الفرنسية كيفية تحايل روسيا لتجاوز الكثير من العراقيل التي أوجدتها العقوبات الغربية عليها منذ اندلاع الحرب ضد أوكرانيا. الالتفاف تم عبر التعاون مع شركات وسيطة في دول عدة مثل جورجيا وأرمينيا وكازاخستان لاستيراد ما يضمن لها استمرار صناعتها خاصة العسكرية منها. طبعاً بدك دليل. لوموند استندت إلى الأحصاءات الرسمية للتجارة الخارجية الأوروبية التي سجلت أرقاماً قياسية عام 2022 مع الدول المحيطة بروسيا. نقلت عن دبلوماسي أوروبي قوله إن الصادرات الأوروبية من الغسالات نحو كازاخستان ارتفعت منذ بدء الحرب بنسبة تصل إلى 80% دون معرفة مصير تلك الغسالات وهل بقيت في كازاخستان أم انتقلت إلى روسيا. طيب شو علاقة الغسالات بالدبابات والمدافع والصواريخ؟ المصادر الأوروبية تؤكد أن بعض مكونات الأجهزة الإلكترونية من ثلاجات وغسالات وهواتف يمكن استخدامها في أنظمة الصواريخ والقذائف والرادارات، حتى أن فلاديسلاف فلاسيوك المسؤول عن العقوبات في إدارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حذر من وصول السجائر الإلكترونية إلى موسكو لأن بعض مكوناتها تستخدم في صناعة المسيرات الروسية.